ان شاء الله بحول الله. كان في مده ديال عامين، غياب ديال عامين، كانت ظروف عائليه صحيه عائليه الحمد لله. كنظن اول ظهور غادي يكون في هذه المناسبه العظيمه اللي عندنا احنا المغاربه بصفه خاصه، ولا العالم العربي والعالم كامل ككل بصفه عامه. كنتمنى اننا نعطي واحد الطبق جميل للناس اللي غيشوفوه داخل ارض الملعب، ولا الناس اللي غيشوفوه عبر القنوات ولا وسائل ديال النقل اللي غتكون ناقله المقابله. كنتمنى اننا نكونوا في المستوى المطلوب، ونكونوا نقدموا واحد الصوره حضاريه وصوره ايجابيه على البلاد ديالنا ان شاء الله. هما مجموعه من اللاعبين، كاينين لاعبين اللي لعبت معاهم اللي جاورتهم، اللاعبين ديال الاماراتي، اللاعبين اللي لعب ضدهم، لاعبين المصريين كاملين، ابو تريكه، جمعه، لاعبين اللي واجهتهم، سامويل ايتو، كاين مجموعه من اللاعبين اللي جاورتهم في بطوله كاس افريقيا. مي ما تحش لي فرصه اني نلعب ضدهم. شرف كبير لي اني نكون غير متواجد معاهم، ما بداك بالاحرى نكون متواجد معاهم داخل رقعه الملعب. هذا كيبقى شرف وكيتزاد البالماريز ديالي.